وقبائل الدارفورية ده رسالة تانية أنا بوجه لكم، بوجه لكم. شغل ده بدأ من قبل الفترة، طلوا أبو أهلكم ما خلوا فيكم زول. في ناس من القالوا دايرين رحمة من الجنجويد، في ناس قاموا يتزروا للجنجويد، وده كله حصل. اعتبرنك أنت ضعيف وفعلت الحاجات ده، لكن شغل ده توا ده بدأ، شغل ده تاني هنا يهو بدأ. معناتك شنو؟ يا زول استيت يا زول، تركب في شغل ده بس. والله ما بتقول انت من كاس، انا تابع لعبد الواحد. عبد الواحد ده جاي المارك ده عشان نشوفك. اذا عبد الواحد ده كده والله ما ركبت مع عبد الواحد تركب مع مناري، ما ركبت مع مناري تركب مع طاهر هاجر، ما ركبت مع طاهر هاجر تركب مع منو؟ مع الهادي ادريس. شغل ده ما في مفر والله. بعد ده والله انا تابع مثلا مناري والله ما عارف، ولا انا تابع لعبد الواحد ما خاش الماركه. لا لا، بعد ده كلهم خاشين ماركه. قالوا دي انت فوراوي، انت زقاوي، انت مسلاتي، انت طعماوي، انت كسوم زفت التين، ما واقف مع جنجويد. جنجويد قاعد يبين لك صح، تيجي تركب كسوم الكروز الله. كان بصوت تركب والله، كان بصوت تركب والله. بل الجنجويد تجري جنجويد هنا يدفنك. اي والله اني نرقك برصاصه يا زلمه، تجري تمشي وين الجنجويد هنا عشان يدفنك؟ تجري تمشي وين؟ تجي بس تركب كسوم ده وتبل تحرر ارضك يا زلمه، تحرر ارضك من الجنجويد الوسخ المرتزق ده يا زلمه. والله والله لازم تحرروا خصبا عنك. وما والله وانتوا ناس، انا بالذات دير ناس بلبس نضاف هو شباب بتاع جسنر، وخطيت لي كود مول وما عارف قاعد لي في جنب لجنب، وانا وجديد عمره ما خاب وي وسمكم كلكم تركبوا في عربات ده بس. والله بعد والله بل الجاي ما تقول لي انا ولا بتاع ولا كسوم. والله ام ده بتاع قبيله تركب، ام ده بتاع قبيله والله تركب في كروز الله. وسمك ما في زول بعد ده بنوم بيحرروا له وتا بيجي بقى. والله ما في، يا موتنا كلنا يا حررنا ريد كلنا. شيروا يا شباب كويس، شيروا شيروا شيروا، تركب بس. والله لازم والله وكم اترينا والله بنات يركب، مش شابات عمر 20 25 سنه والله تركب. والله لازم تركب، والله ما في حاجه بقول له. ما في زول يا زول ما بعرف بضرب بندقيه، والله ما في زول ما بعرف بضرب بندقيه. والله تركب بس، لو بندقية تجيب تبشر بو في انتصارات ذات تركب بس، ما في حاجة. والله ما بتقول لي أنا والشاب وأنا ذول مستخفاتي، ومشيت قعدت لي في محل القهوة والنست مع ست الشاي وطلعت الجنبة وركبت عربيتي لافي بتاع، ما في كسمك عربية رقم ما ودي دعم منو تركب تمشي عشان ده كروز اللي بس. والله والله تيجي تركب في تايوتا تعرف الجديد ده كلكم تستروا، ما في نفرين ولا ثلاثة يكتبوا تعرف وباقي الناس يعيشوا أحرار. كلكم ده تكتبوا تعرف ده سوا، كلكم قبائل يا لهذا، كل القبائل كلكم. والله ما والله أم والله تفرفر، والله نشيلكم رجالة. والله لازم كرب كرب في المعركة، مش والله نشيلكم كرب رجالة. والله إلا تطلع من حاجة بقول له السودان ومعسكرات بتتشهد تمشي بعيد. والله لازم والله في كوري ذات شباب القاعدين في كوري. يا الله يا تعرجو، وكما دارين دار نشيلكم رجالة نمشي بيكم رجالة بس. والله المطرقة الجاية نشيلك رجالة والله تمشي السودان بس تندق. ما في والله ما ممكن ذاته أصلا، وسمكم ذاته 100 سنة بس قبيلة ولا قبيلتين بس بحاربوا ما صح ذاته. ها يا أخي 20 سنة ولا واحد 20 سنة قلنا شايلين قضية بتاعت وسم السودان ده قبيلتين ولا ثلاثة كبار بنفس السودان ده يشاكلوا. ها في دارفور كله ثلاثة قبيلة بس، دارفور كلنا ثلاثة قبيلة اللي نشاكل يعني. ما باقي الناس ده وين ذاته؟ انت وين؟ بعد ما في اوي الله وايت ترى قالوا في هيات وما هيات وفي هيات بلينام بلينام لحد جاركو بسري. ده واحد. ثانيا قبائل ذات نفسي كذلك، ما في قبيله بقول انا قاعد والله نصلع مع الجنجويد ولا مع الزرقة، انا مسالم وقاعد في محلي. ما عندنا قسمك يا جنجويد يا ما نستحرر بس. والله يا جنجويد يا ناس البحر والاراضي، ما عندنا قبيله بقول نص، اقسم بالله تقعد نص نفجحك انت بعدك من نص نمشي للجنجويد نص ده ما في. والله والله كم لقيناك انت قاعد نص ساكت. ها بتاع والله اقسم بالله ارحم نخلي الجنجويد نقتلك انت بعدك نمشي للجنجويد. ما عندنا ذول بقعد نص قبيله كده في دارفور تقعد نص ده ما عندك. يا قسمكم ذاته طلوا ابنائكم، طلوا قسمكم رجال القايمين في القبيله ده، قول لهم يركبوا كروزالات ده يا ذول، قول لهم يركبوا كروزالات ده. كروزالات ده ما لامش في حاجه بقول له بتاع يا ذول. في اي عربيه كروز ده في الرباعي جاي جو البيت، اي بيت ده يجروا يركبوا سال العام يا زلمه، ده سال العام بتاعتنا دارفور يركبوا بس. الباقي ده امشي بمشاه يا زلمه، امشي مشاه
ده طريقة الحرب الحسي بادي في اليومين ده طريقته كده. لكن تاني انا قعدتها وانا عملتها وانا قابلت فلاني وانت قابلت القصوم بتاع ده، فككتونا من 2001 يا اخي. تاني ما عندنا والله، والله تاني ما عندنا. ادارات الاهليه بتاعتكم اللواتي جو قعدوا اتفقوا بعد ده الدري يعمل نجا، ده خليه يعمل نجا. بتقلي بقى انا كوي من وين؟ من الجنجويت امشي اندم الجنجويت بتاعك من وين؟ تعب للنازل تحرير الوطن اندم بجاي من وين؟ نسالك تقول لي والله انا ما تعب ندوك تلقى انت والله العظيم. بعدك نمشي للجنجويت وسخان ولا شنو انت؟ كلكم تركبوا يا شباب ومعسكرات بالضبط، شباب النايمين في معسكرتينا هاي معسكر تشط. اوي ناس انكم ناس كرياري وناس هري دبي وناس ما عارف لك بتاع 12 ماسكر ولا 13 ماسكر نايمين لي في لاجين في دولة ده بتاع زول اسمه تشاد ده. بعد ما فيها قدامكم اسبوع ايه زول يرجع يمشي هناك يا زول، يركب قصة متاعات يا زول ابو اهلكم ذاته. ارجو كلكم ما عندنا والله كفن، انتوا 20 سنة 20 سنة نايمين يا لوايت عشان الناس يجيبوا لكم حقكم، وشغل اللي بقى عكاب من دك الباقي الناس الفضل ده ما قدروا. بعدين انتوا ذاته شنو تيجي تشاركوا المركب يا زول؟ والله سفينة ده آخرك بينا كلنا كده، يا كلنا كده نجانا والله العظيم. ما عندنا ناس نايمين ويا ريت لو نحن نموت ونخلوكم انتوا تعيشوا احرار، انتوا ذاتكم ما تعيشوا احرار، تجيبوا لنا السومة بتاعت حاجه بقول له قبائل الزرقاء ذاتهم والله قبائل الافريقيه تجيبوا لنا السومة تشتغلوا تحت الجنجويد وطقوا متبلاتيه للجنجويد ويدفنوكم هي ويعملوكم عبيد عشان ده بس ما بنخليكم ذاتكم السومكم تركبوا كلنا يا مشينا كلنا يا ايشنا كلنا. ده فترة جاية كده ها تقول انا بقى نديك تلقى والله والله بدل الجنجويد يديك ندوك هنا كلكم تركبوا شغل ما بتاع ابو زول زي ما ولا بتاع قبيله بتاع زول زي ما الناس وايدين بيقولوا ده بتاع قبائل ولا بتاع ده بتاع كله ابناء شعب الدارفور يا زول، بتاع كله ابناء شعب الدارفوري. تشد السرجة وتركب بس ما عندك حل تاني، ما عندك حل تاني. والجنجويد انت خلاص الوداع يا صاحبي يا جنجويد وداع والله. زيلي وزيلي نايم كده يومين ده تسمو كتير والله والله بل جاي ده والله. انا مشكلتي مع دوامر بس والله يا جنجيت، انا مشكلتي معكم في دوامر بتاعتكم ده بس. ما هل عيالكم بنوم وخنامكم بنوم تطلعوا منه هناك وتجوا تغتصب وتعملوا ده اول حاجه نهار دم يا دول. والديان انت ماخل، ديان انت اكبر ماخل بتاعت الجنجويت. ديان انت طلق الاول ببكي في دارفور ده يعتبر ديان ده والله. شوف ما عندنا سلاح ممنوع يا اوي، قسم مجتمع دولي قسم حقوق انسان امم المتحده كلهم فك فيهم يا زول. ما عندنا والله حاجه بقول له سلاح ده محظور دوليا ولا قسم ده جوا الوطن ده وجاجاويد ده ادونا يا صاحبي والله والله. ندقك بحاجه اقسم بالله العظيم كم 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 هم قرون ذاته حملان والله يرمي جنوب والله لازم يرمي جنوب. انا بويتكم من هسي عشان بعدين ما تطلعوا في الاعلام والله انا دقونا بكيماوي ولا دقونا بسلام حزور ولا قصم بدقك باي حاجه والله. زول واحد ممكن نخسر فوت مدفع بتاع تراجم ما عندنا مشكله يا زول. من جنجاويدي بمشي لله موضوع منتهي يا زول، ما عندنا حاجه بخسره ساكت عشان ما تدبكم مجتمع دولي. هنا بقينا والله مجتمع دولي ده ما بيجي حاجه اقسم بالله. بقينا في مجتمع دولي ده 20 سنه 20 سنة ما خلينا مجتمع دولي، ما خلينا منظمة بتاع حقوق إنسان، ما خلينا زفتتين ذاته. لفينا نبكو كده بعد شوية جاب لنا خبرنا ما في بمسكوه بس أبنانا بمشي أوروبا عبر البحر بتاع لاجين بمسكوهم بس بيشقلون في المساني بيشقلون سالي دولة بس. وده كلام ده بعجبهم ذاته إنه دايرين لاجين أيدي عامل يشتغل في بلدان بتاعته. شفنا كده الشغل ده ما عنده فايدة. لا مجتمع دولي ما بيجيب حقك، مجتمع دولي ده بيجيب مع الخوي بس. المجتمع الدولي ما قادر لا يدين عمل اداره للجرائم قدام السرير ليتي، لانه بقيت مع الخوي بس وهو مستفيد ذاته. وكان المجتمع الدولي بوقف الهروبات وبوقف الاسري اللي هو بس نوم ده قسم الامريكا ده اختصار ما بقى بكره منو سلاح ده ما في زول بيبي ده ما اختصار ده بقى يعني خواجي ده يصنع قسم الحاجه بقول له سلاح الكيميائي ده ويقولوا لا لا محظور ما يضربه صنع ولا شنو تي نبي لك بو يا ذول هاي جنجايدي يبين لك بو والله ابشرك انا بوي لك انا هاي بدو السماء عندنا الدكتاك يوم بكره ما تطلع تجد ما تطلع تجد تمام ما تطلع تجد. ده انا بقول لكم